الله الرحمن الرحيم. بنرحب بيكم النهارده يوم تاريخي في حياتكم. النهارده اول يوم هتبداوا فيه مشوار مهنة المحاماه بعد ان تقسموا قسم لو حلف اليمين لممارسه رساله المحاماه. وحلف اليمين ده مش مجرد بنقول بنحلف يمين، لا، ده شرط من شروط القيد في نقابة المحامين، شرط، وشرط نمرة واحد. يعني اللي ما يحلفش القسم يبقى قيده باطل في النقابة، يبقى قيده باطل في النقابة، مش محامي. ولذلك حريصين، احنا حريصين، النقابة حريصين جدا، ومعالي النقيب حتى بيقول لك يعني لازم النقيب اللي يحلف المحامي بالنسبة للقسم، مش أي حد. ولذلك القانون قال إن اللي قائم بحلف اليمين هو النقيب العام، وده في قانون المحاماة، ده في قانون المحاماة. علشان كده إحنا بنبقى حريصين جدا على أن البداية تكون صح، البداية تكون مشروعة، البداية تكون قانونية، ويبقى أنتوا كلكم التزمتوا بالقانون، التزمتوا بالشرعية، التزمتوا بميثاق رسالة المحاماة، فده أمر مهم جدا. وتلاقونا إحنا كمان بنعمل كل الإجراءات وكل الضمانات وكل الشروط إن إحنا نهيئ ليكم مكان محترم تأدوا فيه حلف اليمين، نظرا لأهمية حلف اليمين، وأهمية إن ده الإجراء المبدئي أو العمل المبدئي بالنسبة لكم اللي من خلاله هيبقى تمارسوا رسالة المحاماة. النهاردة لازم كل دقيقة أنتوا قضيتوها هنا النهاردة تبقى تاريخ وما تتنسيش. ليه؟ لأن أنتوا دلوقتي حاصلين على ليسانس حقوق بس، يعني أنا ما أقدرش أقول لك يا أستاذ. ليه؟ لأنك أنت لما دخلتش المرحلة الثانية في حياتك اللي هيبقى بعد دخولك المرحلة دي كل حياتك هتتغير تماما. ليه؟ احنا بنتعامل دلوقتي كده على انكم لسه ما بقتوش محامين، لكن بعد لحظات هتبقى محامي. مجرد أن تؤدي القسم اللي هو حلف اليمين هتبقى محامي، وهتكتسب صفة محامي بنص القانون. وهنقول لك يا أستاذ لما تيجي كده بعد ما تحلف، هنقول لك يا أستاذ، يعني مسألة ويا أستاذة، ده بنص القانون. يبقى أول حاجة هتتغير فيها حياتنا النهاردة بعد لحظات. طب هو الكلام ده اللي احنا بنقوله ده كلام كده وخلاص؟ يعني احنا هنقول بعد حلف اليمين خلاص هنبقى محامين واعضاء في الجمعية العمومية والكلام ده كله؟ لا، مش كده، مش مجرد كلام، لا، ده واقع بقى. لانك انت بتنتقل من المرحلة اللي انت فيها دي لمرحلة تانية اللي هي رسالة المحاماة. بتنتقل ايه بقى؟ رسالة مهنية عملية موضوعية، اللي هي بتبقى دي رسالة مهنة المحاماة. لأن الرسالة دي بتبقى مش مجرد كلام هتقوله، أنت الكلام كنت بتاخده في الجامعة، والجامعة وأنتوا عارفين الجامعة فيها إيه؟ يعني الجامعة إحنا كلنا عارفينه ومش عايزين نقول. فهنا بقى إحنا بنبدأ معاكم من النهاردة جلسة حلف اليمين علشان نعدك إعداد إنك أنت لبكرة عشان تمارس مهنة المحاماة، عشان يبقى جيل بيسلم جيل، عشان تبقى الجمعية العمومية أو مهنة المحاماة طول عمرها مهنة عظيمة محترمة، أحسن مهنة أو أحسن رسالة في العالم كله وفي مصر. خلي بالكم يقول لك إحنا عندنا هنا المحاماة، لا، المحاماة مهنة عظيمة جدا، مهنة راقية، مهنة بتتطلب انك تبقى على علم بكل وسائل المعرفه، بعلم القانون. انت عملت خدت القانون. فاذا النهارده اللي احنا بنقوله ده حلف يمين
ومهم جدا. ولما نحلف اليمين ده مش مجرد كلام هيتردد، لا، ده كل كلمة فيه ذات معنى ومضمون، ولما تيجي تفسرها كلها هتلاقي هي دي رسالة مهنة المحاماة. دلوقتي هنبدأ أو مع معالي النقيب العام الأستاذ رجائي نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، حتى نسمع ونلتقي معه بحلف اليمين اللي هو بداية رسالة مهنة المحاماة. والنهاردة اللي بيحلف اليمين محامي، عالم، مفكر، مبدع، ده كله احنا بنسمع منه وبنتعلم منه، وده اللي احنا هنسمعه دلوقتي. ومبروك مقدما ان شاء الله.